السلام عليكم. وصلنا إلى النوع الثالث من أنواع الـ User Level Threads، اللي هي الـ Threads الخاصة بمستوى المستخدم، بعد ما شرحنا الـ POSIX Threads والـ Windows Threads وأخذنا أمثلة بلغة الـ C++ عنها. وصلنا إلى النوع الثالث اللي هو الـ Java Threads، ومثل ما هو واضح من الاسم يعني هي الـ Threads مكتوبة بلغة جافا، وبالتالي راح تكون الأمثلة اللي راح نتحدث عنها بلغة جافا. يعني يفضل أنه قبل الاستماع إلى هذا الفيديو يعني يكون الأخوة الطلبة أو الأخوات عندهم يعني على الأقل خلفية بسيطة عن لغة الجافا، فقط الأساسيات أو الستركشر الخاص بالبرنامج. طبعا بعض التدريسين يعني يفضلون أنه يأخذون لاب خاص بلغة جافا مرافق لهذا الكورس. في هذه الحالة راح يكون يعني الشخص هو يعني له القدرة على فهم هذه البرامج. بالحالة الأخرى أنه يعني بالنسبة للأشخاص اللي هم ما عندهم خلفية بلغة الجافا، على الأقل يعرف هو الستركشر الخاص بالبرنامج أو كيفية إنشاء أو التصريح عن فد شيء يسمى الثريد في لغة الجافا. بالبداية الثريدز الخاصة بلغة جافا يتم إدارتها من قبل ما يسمى بالجي في إم، اللي هو جافا فيرتشوال ماشين، typically implemented using the threads model provided by the underlying OS. يعني عادة يتم تمثيلها أو تنفيذها باستخدام الثريد موديل، يعني النموذج الثريد الذي يتم توفيره من قبل الـ underlying OS. لأنه مثل ما ذكرنا أكو عندنا user level threads و kernel level threads. احنا اللي قاعد نتحدث عنهم اللي هنا البوزكس والويندوز ثريدز والجافا ثريدز، هذني يوزر ليفل ثريدز اللي هنا الثريدز الخاصه بمستوى المستخدم او المبرمج. فبالتالي هي لا يتم تمثيلها ولا يتم يعني تنفيذها الا باستخدام الطبقه الادنى من أتها، اللي هي الثريدز الخاصه بالكيرنل ليفل او الاو اس. الجافا ثريدز may be created، يعني يتم انشاء الجافا ثريد باستخدام هذه العبارات اللي هي public interface runnable، تفتح قوس public abstract void run وتسد القوس. هذه فقط هي العبارات المستخدمة لإنشاء ثريد بلغة جافا في داخل برنامج كبير طبعا، يعني مثل ما راح نشوف في الأمثلة. أيضا لأنه يعني لغة جافا لغة كبيرة جدا ومهمة وفيها الكثير من المكتبات، ففيها extended thread class، يعني كلاس خاص بالثريدات وموسع جدا، يعني يحتوي على الكثير من الأدوات. implementing the runnable interface مثل ما ذكرنا هنا، يعني هو راح يكون عندنا شيء اسمه interface في داخل في لغة الجافا، راح يكون اسمه runnable، هذا هو اللي يكون مسؤول عن انشاء الثريدز. هنا اكو عندنا في المثال على الجافا مالتي ثريدد بروجرام. في البدايه اكو عندنا كلاس اسمه sum، في داخل هذا الكلاس اكو عندنا private integer sum، هذا متغير، public integer get sum، هذه طبعا function موجوده اللي هي وظيفتها فقط return sum، هذه اللي هي get sum، public void set sum، هذه مجرد ضبط قيمه السم اللي هي this dot sum يساوي sum، هذه هي مجرد يعني اسناد لقيمه معينه. This dot sum يساوي sum هي مجرد أنه تأخذ قيمة المتغير القادم لها من ال function وإسناده إلى أيضا متغير آخر بنفس الاسم. class summation implementation runnable مثل ما ذكرنا هنا راح يبدأ عندنا private integer upper، هذه مجرد تعريف متغيرات. يعني تلاحظ أنه أغلب العبارات اللي موجودة في الجافا هي مشابهة لل C++، يعني أيضا لاحظ أنه تبدأ بقوس تنتهي بقوس، تعريف المتغيرات private integer upper private sum sum value، هنا اسم المتغير upper ونوع integer، هنا اسم المتغير sum value ونوع من نوع sum، لأنه اكو هنا صار عندنا class اسمه sum، وبالتالي نقدر نعرف المتغيرات على أنه هي من نوع sum، اللي هي معناتها هي class أو هي عبارة عن object ينتمي إلى الكلاس اللي اسمه sum. public summation of integer upper، وهذه طبعا هنا راح يكون عندنا الكلاس الرئيسي أيضا، أو طبعا ما زلنا يعني في داخل class summation، وهذه أيضا الفانكشن اللي موجودة في داخله أو اللي يسموه الأوبجكتس. الانتجر upper sum sum value this dot upper sum upper this dot sum value sum sum value، هذه مجرد يعني اسناد مباشر للقيم. بعد ذلك راح يجي public void run، هنا هو الداله الرئيسيه للبرنامج اللي هي انتجر sum يساوي صفر، مجرد عندنا عمليه summation جمع للاعداد اللي هي تتراوح ما بين الصفر وقيمه اخرى اسمها upper. for integer i يساوي صفر، i اصغر من او يساوي upper i زائد زائد sum زائد يساوي اي، معناتها سم يساوي سم زائد اي، يعني هذه بالضبط مثل الفور اللي موجوده في لغه سي بلس بلس، ليس هناك اي فرق بينهما. كل اللي سويناه هنا هو انه جمعنا القيم من صفر الى قيمه اللي مقدارها ابر، ووضعنا الناتج في المتغير اللي اسمه سم. بعد ذلك سوينا استدعاء لست او سم فاليو دوت سيت سم، اللي هذه هي اللي هي سيت سم، مجرد انه اخذنا القيمه اللي موجوده هنا بالسم وحولناها الى هذه القيمه، لانه السم اللي موجود هنا في داخل هذا الفانكشن او هذه الاوبجكت هي عباره عن برايفت، من حولناها هنا صارت عندنا بوبليك، يعني ممكن استدعائها في الاماكن الاخرى من البرنامج. تكمله البرنامج هنا ايضا يعني البوبليك كلاس درايفر، هذه طبعا ايضا مثل ما ذكرنا يعني امور قد تكون خاصه بلغه الجافا، ولكنه اذا قارنتوها بلغه يعني ببرامج او الامثله بالسي بلس بلس راح تلاحظ ان هناك فرق او يعني فروقات قليله جدا. ايضا بوبليك ستاتيك فويد مين، هذه هي الداله الرئيسيه، اذا كانت الارجومنتس او طول الارجومنتس اكبر من صفر
نبدأ هنا بالاختبار، هل أنه الانتجر دوت بارس انتجر اوف arguments أصغر من صفر؟ إذا كانت هذه العبارة صحيحة، وبالتالي يعني المتغيرات اللي استدعيناها في هذا البرنامج أقل من الرقم المطلوب، عند ذلك راح نطبع في الرسالة اللي هي system.error.println argument of 0 زائد must be أكبر أو يساوي صفر. يعني الارجومنتس اللي موجودة أو الرقم الأول أو المتغير الأول في مصفوفة الارجومنتس يجب أن تكون أكبر من صفر، وإلا راح نبدي نشتغل بالبرنامج مالتنا اللي هو sum object sum يساوينا new sum. هنا أنا مجرد تعريف object جديد اللي هو sum object من نوع السم اللي هو مثل ما ذكرنا قبل قليل، هو عبارة عن كلاس جديد عرفناه. الانتجر upper هو عبارة عن انتجر بارس انتجر of argument 0، هذا هو القيمة اللي احنا نريد نحسب لها summation من الصفر إلى هذه القيمة اللي هي اسمها upper. الثريد سمينا هنا طبعا thrd، هذا اسم الثريد اللي هو نوع ثريد يساوي new thread of new summation upper object، هذا هو هنا كيفية تعريف الثريد في داخل يعني لغة الجافا أو برامج لغة الجافا. thread dot start هنا يبدأ التنفيذ الخاص به، try و catch يعني هذه طريقة تقليدية، try تخلي بها البرنامج الرئيسي، والكاتش اللي هو مجرد مسك الأخطاء إذا كان هناك أخطاء أثناء التنفيذ. system.out.println the sum of the upper is the object sum.getSum. كل اللي راح تسويه هو في البرنامج الرئيسي هو أنه تقوم بطباعة هذه العبارة اللي هي أنه the sum of هذا المقدار اللي دخلناه كمتغير is هذا المقدار اللي هو يأتينا من الدالة اللي اسمها getSum اللي شفناها بال هي getSum، هذه هي لمجرد أنه تأخذ يعني تأخذ القيمة الخاصة بناتج هذه الحسابات يضعها في السم return sum يعني، ويتم طباعة هذا الشيء. الكاتش انتربت اكسبشن انتربتد اكسبشن هذه مجرد يعني مثل ما ذكرنا مسك للأخطاء إذا كان هناك خطأ أثناء التنفيذ راح ينطبع عندنا رسالة الخطأ الخاصة به. else system.error.println usage summation integer value، هنا أيضا يعني إذا كانت كل هذه الأمور هذه الإف الرئيسية إذا كانت الأرجومنتس أكبر من صفر يتم كل هذا الشيء، وإلا فمعناته أنه لم يتم إدخال أي متغيرات وبالتالي يعني البرنامج لن يتم تنفيذه. مثل ما تلاحظ يعني مثل ما ذكرنا إذا كنت يعني تمتلك خلفية بسيطة عن لغة الجافا فراح من السهل تفهم الستركتشر الخاص بهذا البرنامج، وكذلك حتى إذا كنت يعني من جماعة السي بلس بلس أيضا راح تستطيع بسهولة معرفة هيكل البرنامج. ما أعتقد أنه أغلب التدريسيين يعني يطلبون من الطلاب حفظ هذه البرامج، وإنما فهمها هو يكون كافي فقط، لأنه يعني الدخول في مسألة برمجة المالتي ثريدنج أو برمجة النظم هذا يؤخذ يعني عادة ك يعني فصل أو كورس مستقل اللي هو يسمونه سيستمز بروجرامينج، هذا أيضا يعني يكون أيضا هو له علاقة بنظم التشغيل، ولكن في نفس الوقت يعني يكون ب extensive programming language يعني تركيز أكبر على لغات البرمجة. anyway implicit threading مثل ما ذكرنا واحدة من الأمور الرئيسية في الثريدنج، أنه سابقا كنا نعرف يعني مثل ما ذكرنا قبل قليل كنا نعرف أنه thread كذا يساوي thread أو new thread، يعني نقوم بتعريف thread جديد من خلال ذكره بشكل رئيسي في البرنامج من قبل المبرمجين، إلا أنه بعد زيادة الـ popularity of the number growing in popularity as number of threads increase، يعني عندما زادت شعبية الـ threads وعددها بدأ يزيد في البرامج، فكذلك الـ program correctness more difficult with explicit threads، أصبحت يعني المحافظة على صحة البرنامج وكتابة البرنامج بشكل صحيح إذا ألقينا بمسؤولية المالتي ثريدنج على المبرمج راح تكون عندنا العملية صعبة جدا، وبالتالي أدى ذلك إلى أن يكون إنشاء وإدارة الثريدات يتم من قبل الكومبايلرز في الـ runtime libraries في يعني مكتبات زمن التنفيذ بدلا من المبرمجين، يعني يقوم المبرمج بكتابة برنامجه بشكل طبيعي ثم تكون مسؤولية إنشاء الثريدز أو تقسيم البرنامج البروسس إلى مالتي ثريدز هي مسؤولية الكومبايلر أثناء زمن التنفيذ. وأيضا هناك ثلاث طرق رئيسية لعمل ذلك، هي الثريد بولز اللي هي أحواض الثريدز، الأوبن أم بي، والجراند سنترال ديسباتش اللي راح نتحدث عنها إن شاء الله بعد قليل. الطريقة الأخرى اللي هي مستخدمة من قبل مايكروسوفت اللي يسموها الثريدنج بيلدنج بلوكس اللي هي تي بي بي، أيضا يعني من خلال استخدام جافا دوت يوتيل دوت كونكرنت باكج إذا كانت يعني مايكروسوفت تستخدم لغة جافا في هذه الحالة. الطريقة الأولى اللي نستخدمها في الإمبليسيت ثريدز، إمبليسيت يعني ما أعرف إذا ترجمتها بشكل حرفي، implicit معناتها غير صريحة، فهنا راح يكون عندنا multi threading ولكنها غير صريحة لأنه لا يتم تعريفها من قبل المبرمج وإنما يقوم الكومبايلر بإنشائها. الطريقة الأولى هي thread pools بأنه نقوم بإنشاء عدد من الثريدز في pool اللي هو حوض أو فد مساحة من الذاكرة والتي تكون تنتظر التنفيذ. فوائدها أنه عادة يكون أسرع بالخدمة لطلب thread مما يعني عادة تكون أسرع يعني طلب الثريد إذا كان موجودا أسرع مما أنه نقوم بطلبه ثم يتم إنشاؤه،
يعني فبالتالي راح يكون عندنا اكو ثريدات هي اصلا يعني موجوده في داخل البول وتنتظر التنفيذ، وبالتالي راح يسال عنه العمل. allows the number of threads in the application to be bounded to the size of the pool. هذه ايضا يعني واحده من الامور اللي هي تعتبر protection، لانه بعض الاحيان بعض البروسيسز او بعض البرامج اللي يكتبها المستخدم تقوم بطلب انشاء عدد هائل من الثريدز بحيث انه تكون overloaded، يعني اكثر من حيز الذاكره واكثر من استيعاب المعالج. فبالتالي تقييد عدد الثريدات في التطبيق الى عدد الثريدات الموجوده في البول راح يعني يقيد لنا البرنامج بعدد محدد من الثريدز، بحيث انه ما راح يكون عندنا فد خطا في الذاكره او overload. separating tasks to be performed from machines of creating the tasks. هنا عندما نقوم بفصل مهمه البرنامج عن مهمه انشاء الثريدز راح نستطيع ان تنفيذ البرنامج بعده طرق مختلفه، وبالتالي tasks could be scheduled to run periodically. يعني بدل انه نقوم بكل مره نحتاج بها تنفيذ هذا التاسك نقوم بانشاء الثريد الخاص به، سنقوم فقط باستخدام الثريدز الموجوده في البول، وبالتالي حتى اذا احتاجنا انه نقوم بتنفيذ التاسك 100 مره هذا شيء يعني لن يؤدي الى انشاء 100 ثريد جديد، وانما راح نستخدم نفس الثريدات الموجوده في البولز، وبالتالي يعني واضح انه راح تسرع لنا تنفيذ العمليات. الويندوز ابلكيشن بروجرامينج انترفيس سبورتس ثريد بول من خلال هذه الطريقه، يعني اللي هي دي ووردز ويندوز اي بي اي بول فانكشن اوف افويد بارامتر ذيس فانكشن رانز از ا سيبريت ثريد. يعني مجرد انه تقوم بتعريف هذه الداله اللي في داخلها راح يتم تنفيذها على انه هو سيبريت ثريد. الطريقه الثانيه للامبليسيت ثريد هي ما تسمى بالاوبن ام بي. هذه هنا هي عباره عن سيت اوف كومبايلر دايركتيفز، يعني هي عباره عن مجموعه من الاعزات اللي يقوم الكومبايلر بعملها اثناء الكومبايليشن، يعني اثناء التنفيذ، واللي هي اي بي ايز مثلا هي عباره عن ابلكيشن بروجرامينج انترفيسز للغه سي سي بلس بلس وفورتران. توفر لنا سبورت للبارلل بروجرامينج ان شيرد ميموري انفايرمنت، يعني توفر لنا دعم للبرمجه المتوازيه في بيئات الذاكره المشتركه. الشيرد ميموري نقصد بها انه هناك ذاكره واحده اللي هي قد تكون الرام اللي هي راندوم اكسس ميموري او الذاكره الرئيسيه التي يتم استخدامها من قبل عدة عمليات أو عدة ثريدات في الوقت الواحد. Identifies parallel regions blocks of the code that can run in a parallel. يعني تعرف لنا المناطق اللي هي تسمى parallel regions اللي هي المناطق المتوازية التي يمكن تنفيذ الكودات في داخلها بشكل متوازي. متوازي نقصد به بأنه multi-threaded، يعني من قبل عدة ثريدات يتم تنفيذ الكود الواحد عدة مرات، أو يتم تنفيذ الكود عدة مرات على نفس يعني على نفس البرامج أو نفس البيانات في عدة ثريدات مستقلة. هنا إذا عرفنا bound أو hash program pragma OMP parallel، هنا راح creates as many threads as there are cores، راح يخلق لنا عدد من الثريدات مساوي لعدد الكورس اللي هن نواة النظام. pragma opt OMP parallel for i يساوي صفر، i أصغر من n، i زائد زائد c of i يساوي n of i زائد n b of i run for loop in parallel. هذا طبعا راح يقوم بتنفيذ هذا اللوب في يعني بشكل parallel، بحيث انه اذا كانت عندنا 10 اي و10 كورس و10 ثريدز كل واحد منهم راح يقوم بتنفيذ هذه العمليه لوحده، وبالتالي راح تكمل كل العمليات في لحظه واحده بدون الحاجه الى انه يعني نقوم بانتظار تنفيذ الاي يساوي 0 ثم الاي يساوي 1 ثم الاي يساوي 2. يعني واضحه الفكره انه اذا كان عندنا 10 كورس مثلا وكل واحده منهم انشات لنا ثريد خاص بها، وبالتالي تنفيذ هذا اللوب راح يستغرق ثانية واحدة أو جزء من الثانية واحد بدل أنه يستغرق 10 أجزاء إذا كانت الآي يساوي 10 مثلا. هنا أيضا يعني تلاحظ أنه بالبرنامج الرئيسي إذا قمنا بـ include omp.h include studio.h، هنا أيضا لغة C بلس يعني C integer main integer arguments character argv sequential code، هنا هذا الكود يتم تنفيذه بشكل تسلسلي طبيعي. ايضا اذا عرفنا هذه القيمه اللي هي مثل ما ذكرنا bound pragma او ام بي parallel، في داخلها هنا راح يكون I am a parallel region، هذه اللي يسموها parallel region اللي ذكرناها قبل قليل اللي هي البرامج التي يمكن تنفيذها باستخدام المالتي ثريدنج. فهذه هي عباره عن اشاره يقوم المبرمج باعطائها للكومبايلر ليقول له بانه البرامج الموجوده في هذه المنطقه يمكن تنفيذها بتقنيه المالتي ثريدنج، اما البرامج الموجوده في المناطق الاخرى فهي سيكونشال كود يعني طبيعيه يمكن تنفيذها بشكل طبيعي، يعني مثل ما هو موجود في بقيه البرامج من قبل كور واحد. الطريقه الثالثه للامبليسيت مالتي ثريدنج اللي هي الجراند سنترال ديسباتش. جراند سنترال ديسباتش هذه تستخدم يعني هي تقنيه شركه ابل لانظمه الماك او اس اس اكس والاي او اس اوبريتنج سيستمز، هي عباره ايضا عن اكستنشنز امتدادات للسي وسي بلس بلس اي بي اي، وايضا هي عباره عن تعمل في الران تايم لايبرري مثل ما ذكرنا.
allows identification of parallel sections, تسمح بتعريف المقاطع المتوازية مثل ما ذكرنا سابقا. Manage most of the details of threading, يعني أيضا يعني تقوم بإدارة معظم التفاصيل الخاصة بالمالتي threading. البلوكات راح تكون عندنا موجودة في داخل هذه العبارة اللي هي hat وثم قوس، مثل ما هنا hat قوس print I am a block، ثم بعد ذلك فارز من القوطة وتسد القوس. هنا يعني معناته في داخلها موجود عندنا فد شيء هو عبارة عن بلوك parallel يمكن تنفيذه بتقنية المالتي threading. أما بقية أجزاء البرنامج راح تكون يعني هي مجرد يعني single threading أو single process. البلوكس placed in dispatch queue، هنا أيضا يعني يتم وضع البلوكات في dispatch queue اللي هو طابور جلب أو إرسال. Assigned to available threads in thread pool when removed from the queue، ويتم أيضا إسنادها إلى الثريدات المتوفرة يعني في حوض الثريدات عندما يتم إزالتها من الطابور. Two types of dispatch queues، هنا أيضا أكو نوع من الطوابير الجلب أو الإرسال اللي هي serial والconcurrent. serial مثل ما ذكرنا هو يعني التسلسلي، والconcurrent اللي هو المتوازي. هنا البلوكات يتم إزالتها بطريقة الفيفو اللي هو first in first out order، القادم أولا يخدم أولا. الطابور queue is pair process، هنا الطابور راح يكون للعملية الواحدة والذي يسمى بالمين كيو الطابور الرئيسي. البروغرامرز يمكنهم إنشاء طوابير أخرى أيضا تسلسلية في داخل البرنامج الواحد إذا احتاجوا مالتي ثريدنج. بالنسبة للconcurrent أيضا يقوم بإزالة العمليات من الطابور بتقنية الفايفو اللي هو first in first out. But several may be removed at a time، ولكنه عدة عمليات يمكن أن يتم إزالتها بنفس الوقت ولذلك سميناها concurrent يعني متوازي أو متزامن. Three system wide queues with priorities، أيضا لدينا عادة ثلاث طوابير رئيسية. هنا ذكرنا بأنه المبرمج يستطيع إنشاء أي عدد من الطوابير على قدر الحاجة. هنا عندنا ثلاث طوابير رئيسية حسب البرايورتي الأولوية اللي هي low وديفولت وهاي اللي هو الأولوية القليلة، الأولوية الطبيعية، والأولوية العالية. وطبعا يعني مثل ما هو واضح إذا كان لدينا أولوية عالية راح تكون هي المفضلة أيضا في إزالتها من الطابور قبل البقية. هنا أيضا نلاحظ أنه كيفية دعم ذلك من خلال البرمجة الـ dispatch queue t queue يساوي dispatch get global queue اللي هو dispatch queue priority default. هنا الـ priority خاص بها default مثل ما ذكرنا أكو عندنا ثلاث أنواع و zero. dispatch asynchronous queue هنا أيضا مثل ما قلنا هات وقوس راح يكون في داخلها I am a block. هنا هذا المقطع من الكود واللي هو عادة ما يكون بهذه البساطة، يعني ما يكون هو فقط سطر واحد والوظيفة الخاصة به هو فقط print، وإنما يكون فد شيء كبير huge يعني يحتوي على loop كبير أو يحتوي على يعني memory demanding، يعني عبارة عن جزء كبير من الكود يحتاج إلى resources كثيرة جدا. فبالتالي وضعها في داخل الهات والقوس يدل على أنه يعطي الضوء الأخضر للكومبايلر بأنه يقوم بتنفيذها بتقنية المالتي threading. الجزء الأخير من هذا الفصل راح يكون إن شاء الله للثريدنج إشيوز اللي هي القضايا أو المشاكل التي ترافق عمل المالتي ثريدنج واللي راح أتحدث عنها إن شاء الله في المحاضرة القادمة. خليكم ويانا، شكرا جزيلا ومع السلامة.